يمثل معرض مسقط الدولي للكتاب فرصة لتعزيز ثقافة الأطفال، إذ حرصت المدارس العمانية على تسيير رحلات للطلبة لتحفيزهم على القراءة وبناء جيل مثقف ومتعلم. تفاصيل أكثر مع موفد مركز الأخبار لسلطنة عمان. إقبال كبير لطلاب وطالبات المدارس والذين اجتمعوا في أروقة المعرض، تارة تشدهم رواية وتارة أخرى تجذبهم عناوين يرونها تروي شغفهم بالتعلم والتثقف. فبين طيات الصفحات يلمس هذا الحب من الأطفال، وبين أروقة المعرض يشاهد هذا الإقبال. أشعر أن مع الكتاب فرصة جيدة للناس يبحثون عن الكتب الذي لا يمكنون شراها في أماكن أخرى. حلو، عجبني المعرض، في أشياء متنوعة، في يعني كثير أشياء. فضلت من يوم كنت صغير بدأت أقرأ كتب جدي لين جئنا في مكتبة المعارف، وعاد حبيتهن وعاد تعلقت بالقراءة. احنا جينا مع المدرسة لأن طلعنا من الأوائل وقالوا لنا إنه يعني يعطونا الهدية إنه يطلعونا للمعرض. قالنا المدرسة إننا نروح المدرسة وكذا، يعني عندي معرض كتاب نشتري كتب وحال المدرسة نقرأ هناك ونفتكرهم في البيت نعلم إخواننا وهذا. أبى أنا أتعلم الكورية من هذا المعرض وأشري قصص إنجليزية وقصص عربية عشان أتعلم أكثر وتزيد ثقافتي. تواجد الأطفال في معرض مسقط الدولي لم يكن محض صدفة، فتنوع الخيارات من دور نشر وفعاليات مصاحبة ساهمت في خلق بيئة خصبة تروي تلك البذرة التي ينتظر منها أن تزهر علما وثقافة. اخترنا طالبات، نماذج من الطالبات، وأعطيناهم دور نشر يعني، بحيث أن يلخص الكتاب في 5 دقائق، يجي على المسرح يلخص الكتاب. هذا أيضا لتوسيع ثقافة القراءة والاطلاع. نحن كتب نون ناهد الشوى الثقافية، مؤسسة تعني بالطفل. هدفنا الرئيسي هو صنع إنسان بالدرجة الأولى، هذه رسالتنا على هذه الدار. نريد أن نصنع طفل إنسان يحمل المبادرة والإيجابية والحكمة والعدل ونبذ العنصرية. هؤلاء الطلاب والطالبات يعلمون أن العلم يبني بيوتا لا عماد لها، ويؤكد ذلك الحضور اللافت من قبلهم في رحلات تثقيفية حرصت عليها المدارس العمانية لتعزيز ثقافة الأطفال وبناء جيل واع ومدرك ومتعلم. مشاركة للطلاب والطالبات العمانيين هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب بدعم وتوجيه من مدارسهم. فيصل حسين لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.